رفع الايد على الاذن اثناء التلاوه دي ليها طبعا معنى، مش منظر كده. اولا رفع الايد دي بتخلي مساحه القفص الصدري تبقى اعرض، فالنفس بيبقى اكتر، وثانيا بتبقى الواحد ممكن يتمكن من سماع صوته، يبقى عارف هو يعني ميزانه فين، يعني صوته راضي عنه ولا مش راضي عنه، يعني تبقى ليها طبعا يعني. وطبعا الحركه دي بتعمل ذبذبه برضو في الصوت، بتفيد في التنغيم يعني، وفي الأداء. الملك.